ايام قليله ان شاء الله وهيبدا العام الدراسي الجديد، سواء بالنسبه للتعليم ما قبل الجامعي او التعليم الجامعي والكل الحقيقه خلاص، يعني نقدر نقول الاستعدادات كلها انتهت او شبه انتهت، والمدارس او الجامعات حتى والمعاهد العليا كله جاهز ان شاء الله لاستقبال الطلبه والطالبات، وان شاء الله يكون عام دراسي موفق في امن وامان، يكون في تعليم ان شاء الله افضل وتعليم جيد يليق ان شاء الله بالشاب وبالطفل المصري من اجل مستقبل يكون افضل باذن الله. هنشوف مع حضراتكم استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد او العام الجامعي الجديد قبل ايام من انطلاقه، ولكن نشوف الاول التقرير. على قدم وساق تجرى استعدادات الجامعات المصرية لاستقبال العام الجامعي الجديد والذي يبدأ رسميا الأسبوع المقبل، وبحسب تأكيدات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإنه قد جرى توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح. إدارة الجامعات المصرية جميعها أكدت جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية مع الإطمئنان على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات. هذا ويشهد العام الجامعي الجديد بدء الدراسة في عدد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية في إطار توجه الدولة نحو التوسع في أنماط التعليم الجامعي المختلفة في سائر محافظات الجمهورية، بما يسهم في تلبية احتياجات الطلاب من البرامج التعليمية ويحقق تقليل الاغتراب، ولعل أبرزها جامعتي المنصورة الجديدة والجامعة الأهلية بالمنصورة أيضاً، حيث تضم الجامعتان مختلف التخصصات العلمية والتي تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية محلياً وإقليمياً ودولياً. من مصر، طارق أحمد.